السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في قناة أفكار في الرياضيات. هنشرح إن شاء الله تمارين ومسائل درس الفترات للصف التاسع الأساسي في مبحث الرياضيات، ولكن في البداية أحب أذكركم، أتمنى أن تشتركوا في القناة وتشاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى أكبر عدد من طلابنا الأعزاء يستفيد. نبدأ على بركة الرحمن. السؤال الأول بيحكي لي: كتب على قطرة للعين صالحة للاستخدام لمدة 30 يوما من تاريخ فتح العبوة، عبر عن مدة صلاحيتها عند فتحها بفترة ومثلها على خط الأعداد. تمام، احنا لو فرضنا صالحة للاستخدام لمدة 30 يوم من تاريخ فتح العبوة، لو فرضناها سين، تمام، معناته هتكون محصورة بين الصفر والتلاتين يوم، صح ولا لا؟ تمام، ولكن عند التلاتين هتكون مغلقة، تمام؟ إذا على خط الأعداد زي هيك هتكون، هي أنت عندك الصفر وهي عندك 30 يوم، هتكون مفتوحة عند الصفر، صح ولا لا؟ لأنه لما أنت يخلصوا التلاتين يوم هتبطل يعني صالحة للاستخدام، ولكن عند التلاتين هتكون مغلقة. إذا الفترة هتكون محصورة بين الصفر والتلاتين، ولكن التلاتين من ضمن الحل، معناته لو بدك تكتبها على صورة فترة زي ما هو طلب منك هتكتب العدد الصغير في الأول والعدد الكبير ثانيا، ولكن عند الصفر مفتوحة وعند التلاتين مغلقة. بتمنى هذا الكلام يكون واضح، يعني السؤال سهل وما فيش فيه أي صعوبة بإذن الله تعالى. نشوف السؤال بالنسبة للسؤال الثاني بيحكي لي: اكتب المجموعات الآتي على شكل فترات. ما فيش أي مشكلة. ألف معطيني المجموعة الأولى لام تساوي سين، حيث أن سين تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية، وسين أكبر من أو تساوي 21 وأقل من 400. يعني هذه لما أنا بدي أكتبها على صورة فترة، أول شيء بنكتب العدد الصغير بعدين العدد الكبير. بس لاحظ انت عند ال 21 مغلقه لانه قايل او يساوي، هتكون عند ال 400 مفتوحه. ولو طلب منك تمثلها على خط الاعداد بتقول له هي ال 21 وهي ال 400. عند ال 21 تعملها دائره مغلقه وعند ال 400 دائره مفتوحه بتوصل بينهم وبتظلل بهذا الشكل. بتمنى تكون واضحه ان شاء الله. بالنسبة لباء: جميع الأعداد الحقيقية التي بعدها عن الصفر أقل من 5 وحدات. أنت هي خط الأعداد بهذا الشكل، تمام، هي الصفر. طبعا عندك هنا موجب 5 وفيها هنا عندي أيضا سالب 5 ما أنساهوش، تمام. عندك طلع جميع الأعداد الحقيقية التي بعدها عن الصفر أقل من 5 وحدات، يعني الخمسة هتكون تمام من ضمن الحل؟ لا، احنا بدنا اقل من 5 ولكن هنحط دائرة مفتوحة، وايضا عند السالب 5 هنحط دائرة مفتوحة بنوصل بيناتهم، وايضا عند السالب 5 بنحط دائرة مفتوحة بنوصل بيناتهم وبنظلل بهذا الشكل، تمام. معناته الفترة هتكون نكتب العدد الصغير سالب 5 والعدد الكبير 5، ولكن هتكون مفتوحة عند السالب 5 ومفتوحة ايضا عند الخمسة. ليش؟ لأنه الخمسة والسالب 5 ليس من ضمن الحل لأنه قال لي أقل من 5 وحدات. بتمنى هذا الكلام يكون واضح. بده درجات الحرارة السالبة. أنت لو أجيت على خط الأعداد هي الصفر، هنا طبعا موجب ما لا نهاية وهنا سالب ما لا نهاية. عندك درجات الحرارة السالبة يعني أقل من صفر. الآن نكتب أول حاجة السالب ما لا نهاية بعدين الصفر، ولكن هتكون مفتوحة عند السالب ما لا نهاية ومفتوحة عند الصفر، تمام؟ بتمنى هذا الكلام يكون واضح، تركيز بسيط، إن شاء الله بتاخد العلامة، لأنه أسئلة زي هذه يعني بحكي لك خد هاي علامات من غير أي تعب، بس تركيز وبتلاقي حالك إن شاء الله أمورك طيبة وبتكون مبسوط. بالنسبة للسؤال الثالث بحكي لي: مثل الفترات الآتي على خط الأعداد. ما فيش أي مشكلة. بالنسبة للأولى هي خط الأعداد بهذا الشكل، طبعا فيها موجب ما لا نهاية،
سالب ما لا نهاية. الأعداد عندي سالب 4 والعدد 2. أنت لاحظ عندي السالب 4 مغلقة وعندي 2 مغلقة، بنوصل بيناتهم وبنظلل بهذا الشكل، تمام. طب يا أستاذ لو قال لك اكتب لي هذه الفترة على صورة مجموعات، على شكل مجموعات، فيش أي مشكلة. بتفتح الحاصرة الأولى بتقول له سين، حيث أن سين تنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية، وحتقول له سين أكبر من وأقل من بهذا الشكل، وعشان الفترة هذه مغلقة حتحط هان أو يساوي أو يساوي، وحتكتب هان في الأول العدد الصغير وهنا العدد الكبير. بتمنى تكون واضحة إن شاء الله. بالنسبة لباء بدنا نمثل الفترة النصف مغلقة، طبعا هذه من اليمين نصف مغلقة، سالب 4 من 10 وما لا نهاية موجب، ما فيش أي مشكلة. هاي خط الأعداد بهذا الشكل، تمام. في عندي موجب ما لا نهاية، سالب ما لا نهاية. انت عندك هاي هنا في عندك سالب 4 من 10، هتكون مغلقة عند السالب 4 من 10 لأنه واضح جدا انه مدين اياها مغلقة، وحروح في اتجاه الموجب ما لا نهاية بهذا الشكل، تمام. بتمنى تكون واضحة. طيب لو طلب منك اكتبها على شكل مجموعة ما فيش اي مشاكل، بتقول له سين حيث ان سين بعد ذلك، انت لاحظ وين رايحة في اتجاه الموجب، معناته سين حتكون اكبر من سكر الحاصرة، عشان مغلقة عند السالب 4 من 10، هي سالب 4 من 10 عشان مغلقة بنحط او يساوي، ان شاء الله تكون واضحة. بالنسبة لتمثيل الفترة النصف مغلقة، طبعا هذه نصف مغلقة من اليسار، من سالب ما لا نهاية لغاية 9، ما فيش أي مشكلة، بتعمل بهذا الشكل. هي خط الأعداد، عندك موجب ما لا نهاية، سالب ما لا نهاية، هي عندك العدد 9، أنت لاحظ عندي العدد 9 مغلقة، ورايحين في اتجاه السالب ما لا نهاية، يعني هيك مجموعة الحل بدها تكون. طب لو طلب مني بدنا نكتبها على صورة مجموعة، ما فيش أي مشكلة، بنقول له سين حيث أن سين تنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية، تمام. بعد ذلك هنقول له سين، تلاحظ رايحين وين إحنا؟ في اتجاه السالب، يعني سين هتكون أقل من أو تساوي، ليش؟ لأنه عند 9 مغلقة. بتمنى تكون واضحة وفيش فيها أي مشكلة بإذن الله تعالى. نشوف السؤال الرابع من التمارين ومسائل الكتاب المدرسي. بالنسبة للسؤال الأخير من تمارين ومسائل الكتاب، السؤال بيحكي لي عبر عما يلي فترات. ألف، فترة صلاحية مصباح 950 ساعة تشغيل، ما فيش أي مشكلة. أنت لاحظ معايا لو احنا مثلناها على خط الأعداد، ممكن برضه يطلب منك مثلها على خط الأعداد، في هنا عندي 0 وهنا عندي 950، معناته هتكون مغلقة عند 950 ومفتوحة عند 0، وهيك هتكون مجموعة الحل، تمام. إذا الآن بصورة فترة هنكتب 0 لغاية 950، هتكون مفتوحة عند 0 ومغلقة عند 950. ولو طلب منك كمان تكتب له اياها بصورة مجموعات، ما فيش اي مشكلة، افتح الحاصرة وقول له سين، حيث ان سين تنتمي لمجموعة الاعداد الحقيقية، سين حتكون اكبر من 0 واقل من او تساوي 950. بتمنى هذا الكلام يكون واضح باذن الله تعالى. نشوف باء ايش بده ايضا. باء ايضا بقول لي عبر عما يلي بفترات. الفترة التي تمثل أي عدد حقيقي غير موجب، إحنا لو اشتغلناها على خط الأعداد بهذا الشكل، تمام، هنا الاتجاه موجب ما لا نهاية، اتجاه سالب ما لا نهاية، وعندي الصفر. أي عدد حقيقي غير موجب معناته الصفر عدد غير موجب، صح؟ وحنروح أيضا في اتجاه السالب ما لا نهاية، معناته هيك يعني هيكون الحل، صح ولا لا؟ لما انا بدي اكتبها بفترة هنكتب اول شيء السالب ما لا نهاية لانها اصغر من الصفر، ثم هنكتب الصفر، ولكن هتكون مفتوحة عند السالب ما لا نهاية ومغلقة عند الصفر. بتمنى هذا الكلام يكون واضح.
أيضا لو طلب منك تكتبها بصورة مجموعات ما فيش أي مشكلة، قول له بنفتح الحاصرة س حيث أن س تنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية وس أقل من أو تساوي صفر بهذا الشكل. بتمنى يكون واضح، بتمنى تشتركوا في القناة أعزائي الطلبة وتشاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي وتخبروا أصحابكم وأصدقائكم أحبابكم عنها كمان عشان الكل يستفيد. بتمنى تدرسوا، بتمنى دايما يكون معاك دفتر لما احنا بنشرح نكتب ملاحظات جديدة ممكن تستفيد منها. حبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.